يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى بلد عربي وإذا بأهله يقولون أمورا منها أنه إذا استغرب أحدهم أمرا قال يا محمد، وإذا أراد أحدهم شيئا فقال يقول وحياة الله أو وحياة القرآن أو وحياة محمد، هل هذه الألفاظ صحيحة؟ حياة الله صحيح، هذا أقسام بصفة من صفات الله عز وجل وهي حياة الله، أما حياة محمد أو حياة فلان هذا شرك، لا يجوز الحلف بالمخلوق، الحلف بالمخلوق لا يجوز، وقول يا محمد هذا شرك، هذا استغاثة ونداء للرسول صلى الله عليه وسلم. والواجب على طالب العلم أن يعلم الناس وأن يبصرهم وينشر العقيدة الصحيحة ولا يترك الناس على ما هم عليه، بل يبين للناس. نعم.